بنجي نقول كفى للانهيار، عم نطلب وقف الانهيار. هيدا هو السلطة الموجودة غير مؤتمنين على وقف الانهيار. عم نجي نقول بدنا حكومة انتقالية انقاذية تقدر تنقذ ما تبقى من الوضع. اليوم في ذل، في شعب لبناني عم ينزل بالبنزين، بالأدوية، بالطحين، بكل شيء. شو ناطرين لتحلوا؟ ما في قدول، ما في بديل. انتوا لو اي حدا كان موجود وصرف الاموال اللي انتوا صرفتوها، كنا نحن هلا اليوم نتيجة افضل من اللي انتوا عملتوها. انتوا غير مؤتمنين على انقاذ البلد. انت علي بطل حكومة. انت علي.